والله انا بالطبع تبعت البارح كامل الليله تصريحات سلباجي على القناه نتاعكم رغم التشويش اللي وقع او العطب الفني، الناس ظنت انه تشويش، وبالطبع استمعت له بغايه الانتباه وشفت اللي فما التطور، لانه كان فما سؤال مطروح في الساحه السياسيه، سلباجي باش يترشح ما هوش باش يترشح، العقبات اللي اللي فما محاوله لوضحها على طريقه باش يتغلب عليها ولا البارح وضح انه بعد تامل خذا قراره باش يتحمل مسؤوليته ويترشح الى اعلى خطه في الدوله التونسيه. انا هو وجه لي بالمناسبه هذه تحيه، نحب الرجع بما احسن منها. سلباجي راجل يخدم في تونس من خلال خدمته للدوله التونسيه منذ 50 عام، يده نظيفه، تاريخه ناصع، خبرته طويله، اشعاعه الداخلي والخارجي كبير، وهو اهل بان يكون رئيس لتونس.